بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله طالبة الصف الثاني متوسط في درس جديد من دروس وحدتنا السادسة البيئة الصحية، وهو التحليل الأدبي. في الحصة السابقة قمنا بقراءة البيئة والتصور الإيماني من التحليل الأدبي. اليوم بإذن الله سوف ننطلق سويا يا صغيرتي في حل التدريبات. هنا أكتشف النص، أكتب الأفكار الرئيسة في النص. ما هي أهم تلك الأفكار؟ ممتاز. نقول خطورة الوضع البيئي، أيضا يا جميلتي إساءة استخدام الإنسان، إساءة استخدام الإنسان لتلك النعم، كذلك عظيم خلق الله وكثرة نعمه وأمره بالإيمان به وشكره والاعتدال والبعد عن الإفساد. طيب، هنا أظلل الدائرة التي يشير إلى اختياري مما يأتي، التي تشير إلى اختياري مما يأتي. تكون النص من ثلاث أجزاء. نعم، أشار النص إلى التوازن بين احتياجات الخلق وبين ما وفر الله لهم منها في الكون. نعم، أشار النص إلى سوء استخدام الإنسان لنعم الله. نعم، أشار النص إلى مظاهر تلوث البحار والمحيطات. لا، عرض النص الحل الأساسي لمشكلات البيئة. نعم، بارك الله فيك. ننتقل سويا يا جميلتي إلى صفحة 219. هنا أضع الرمز لا ينتمي عسار الكلمة التي لا تنتمي إلى المجموعة من حيث الدلالة. ممتاز. هنا منقاد، هنا الرمز لا ينتمي، تعرفت عليه في مادة رياضيات. طيب، اضطراب. ممتاز. ثم دقت، بارك الله فيك. العقل اللبيب لب، دقتي التي لا تنتمي إليهم. أبحث في النص عن كلمتين بينهما علاقة في الدلالة. ممتاز. اليمين، عفوا، اليمين والشمال. طيب، هنا أختار من الصندوق المعنى المناسب لكل كلمة من الكلمات التالية. أقوات بمعنى أطعمة. يحار أصابته الحيرة. لا تعثوا لا تفسدوا. ممتاز يا جميلتي. الشعث هو الاتساخ. ممتاز. تنضوي بمعنى تندرج. ممتاز. ننتقل يا جميلتي إلى أفهم وأحلل. هنا الإجابة عما يأتي شفهيا. وصف المنظر الذي نشاهده. ممتاز. هي سماء عالية وسحاب متقطع وطيور محلقة وأشجار مثمرة وماء يجري وعشب أخضر وكائنات متنوعة. ذكر بعض الأفكار والمشاعر التي حركها المنظر بداخلنا. منظر جميل مبهج، نحبه ونتفكر في قدرة الله وملكوته. ما معنى رحابة أرجائه؟ ممتاز. سعة أنحائه، علامة تدل سعة نواحي الكون على القدرة العظيمة لخالقه. ممتاز. هنا التصنيف الأفكار الرئيسية وفرعية. ممتاز. الأرزاق تفي باحتياجات المخلوقين، فرعية. من شروط استدامة الأرزاق الإيمان والشكر، فرعية. من شروط استدامة الأرزاق البعد عن الفساد والإفساد، رئيسة.
هنا أتعامل مع من بجواري مع الاستفادة من الإضاءة حول الفقرة الثانية. هنا نقول في ثانيا أن مظاهر ونتائج تدمير الإنسان للبيئة مثل تأكل طبقة الأوزون، هطول الأمراض الحمضية، القطع الجائر للأشجار، والتصحر والتخلص من النفايات بطريقة خاطئة. طيب أتأمل الصور السابقة ثم أجيب عما يأتي. وصف شفهيا ما نرى، قلنا أنها كما ذكرنا قبل قليل مظاهر ونتائج. وصف ما نرى هو مظاهر ونتائج تدمير الإنسان للبيئة، تأكل طبقة الأوزون، تخلص من النفايات بطريقة خاطئة، التصحر، القطع الجائر للأشجار. طيب طبقة الأوزون التي أصبحت جريحة من حيث الحزن والقلق والرغبة في إنقاذها، عواقب الطفرة الصناعية الهائلة، القلق من نتائجها والرغبة في تخفيف حدة تلك النتائج، القطع الجائر للغابات، القلق من نتائجه والرغبة في توفير البدائل والحد من تلك الظاهرة. ممتاز. طيب ما الذي تتوقع حدوثه لاحقا إن استمر العمل في البيئة وفق هذا المبدأ؟ ممتاز، المزيد من التآكل في طبقة الأوزون. والمزيد من اضطرابات المناخ والأمطار الحمضية مما يهدد حياة الإنسان وسلامته. كيف نجتهد لتجنيب بيئتنا كوارث المبدأ السابق بإذن الله؟ ممتاز، بطاعة الله والتماس الحل من القرآن والسنة، كذلك ففيهما الخطوط العريضة لطلب الهدى والصلاح. طيب عبري عن التعبير الحقيقي برمز حاء والخيالي برمز خاء. هذا الكون مخلوق لله حقيقة، البعد عن مهاوي الفساد والإفساد تعبير خيالي. طيب أقارن بين التعبيرين، نكتب سويا. هذا الكون مخلوق لله، أكتبي هنا يا جميلتي، تعبير حقيقي. أما البعد عن مهاوي الفساد والإفساد تعبير خيالي، فقد صور الفساد والإفساد بحفرة عميقة يهوي فيها الفاسدون والمفسدون، ويدل على شدة خطرهما وسوء عاقبتهما. ننتقل سويا إلى الصفحة التي تليها. أشير إلى الفرق بين قول الكاتب تلك الطفرة الصناعية وبين قول غيره تلك النهضة الصناعية. الطفرة تعني التغير السريع، بينما النهضة تعني التقدم بعد التأخير. طيب هنا ما الصورة التي تتخيلها من خلال التعبير السابق بقول الكاتب ما على البشرية إلا أن تنضوي، قلنا تنضوي بأن تندرج تحت لواء الطاعين لله. هما صور الطاعين بمجموعة ترفع اللواء، وصور الطاعين بمن ينضوي تحت ذلك اللواء. ما الصورة؟ هي صورة قلنا الطائعين بمجموعة ترفع ذلك اللواء. ما المعنى الذي تعبر عن تلك الصورة؟ إن يتبع الإنسان المطيعين لله، ممتاز. طيب ما رأيك في العبارة السابقة من حيث اللفظ والمعنى والصورة؟ من حيث الألفاظ، أي اللفظ جزلة، المعاني معبرة، الصور جميلة. وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم.
ألقاك بإذن الله في درس قادم. استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه.